مولينا ابو يزن الحلبي مراسل شبكه شام الاخباريه، اهلا بك معنا ابو يزن. اذا تطورات متسارعه في محيط فرع المخابرات الجويه، حتى هذه اللحظه اين وصلت المعارك؟ أهلا بك. المعارك متطورة جدا خلال ال 24 ساعة الماضية، سواء في اليرموك أو في ضاحية الراشدين أو في الشيخ نجار أو في باقي جبهات حلب. بالنسبة لوضع المخابرات الجوية، هناك اشتباكات قوية جدا. تمت السيطرة مساء أمس على مبنى مهم جدا كان يتحصن فيه ميليشيا الأسد. أصبحت الآن الثوار قريبة جدا من فرع المخابرات الجوية، وهناك اشتباكات على أطرافه. طبعا جميع نعم المعارك التي تجري في حلب وريفها ضمن غزوة الاعتصام التي تجري، كذلك هناك في حي الراشدين الآن منذ 5 دقائق الطيران المروحي ألقى برميلا متفجرا بالخطأ على مدرسة بيت الحكمة التي يتحصن فيها النظام. كذلك هناك في حي العامرية تمت السيطرة على ما يقارب 7 مباني كان يتحصن فيها جنود النظام من جهة الموارد المائية، واشتباكات قوية جدا تجري على الطريق العام قرب طريق الراموسة. نعم طيب، ماذا عن مستودعات المنطقة الصناعية في قرية الشيخ نجار؟ هل تم السيطرة عليها بالكامل من قبل الثوار؟ نعم، تمت السيطرة مساء أمس على الهنجارات في المدينة الصناعية قريبة من الشيخ نجار. هناك اشتباكات قوية جدا جرت في تلك المنطقة، ناهيك عن إمطار النظام بتلك بالبراميل المتفجرة والطيران الحربي الذي لم يهدم حتى في منتصف الليل. الطيران المروحي والحربي يستهدف كل شيء يتحرك على الأرض. تمت السيطرة على هذه الهنجارات وتم تدبير عربة تي ان بي لقوات النظام. كذلك هناك العديد من جثث النظام يتم سحبها خلال الليلة الماضية، والآن ما تزال هناك 8 جثث موجودة تحت أنظار الثوار حاول النظام سحبها. تكمن أهمية الهنجارات، طبعا تم تحرير المجبل منذ ما يقارب الشهر. كذلك هذه الهنجارات الصناعية كان النظام منها يستهدف دوار البريج القريب جدا من المدينة الصناعية. من هذا المكان كان يستهدف الأماكن كذلك مساكن هنانو، طيب تم السيطرة عليه. نعم، إذا انتقلنا للحديث عن قافلات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى المناطق المحررة، حدثنا أكثر، إذ تم توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية بعد أن وصلت إلى المستودعات. أنا بالنسبة لي أنا في الآن في جبهة حي الراشدين الذي تشهد اشتباكات قوية. أقرأت الخبر على الإعلام أنه إذا هناك يعني مساعدات. ليس لديك معلومات عن هذا الموضوع، شكرا لك على كل المعلومات التي وضعتنا فيها بخصوص المعارك التي تجري في حلب. أبو يزن الحلبي مراسل شبكة شام الإخبارية حدثتنا من حلب. بالانتقال إلى ريف